السلام عليكم، انا محمد عماد جروب دي ادمن. ان شاء الله في الفيديو ده هنقول خطوات حركه تسكن محاضره رقم 12 اللي هي الاي بي ستراكشر كيبلنج والسي تي في اس كنترول ديزاين. خلينا بس في الاول نكون متفقين ان الكونتنت بتاع المحاضره يعني كان فيه نظري كتير، بس الحمد لله يعني الباشمهندس غطاه زياده. بس احنا بس هنرجع لبوينتس معينه يعني تخلينا نكون فاهمين يعني ومجمعين واحنا بنحل التاسك. الاي بي ستراكشر كيبلنج هو اصلا نظام بينقل المعلومات زي مثلا الداتا زي التليفون زي الاي بي سي تي في. طب هو اصلا ده بيتكون من ايه؟ من اللي اول حاجه الداتا اوتلت او جي 45 اللي هو ايه برضو اللي هو دوت مثلا زي مخرج السوكت في الباور. تمام. طب تاني حاجه عندي هي الكيبلز، دي بقى اللي هي بتربط لي بين المخارج بتاعت ديت وبين الباتش بانل. هنعرف ان شاء الله يعني قدام ايه الباتش بانل ديت. الكيبورد دي بيت بقى فيها ال اس تي بي اللي هو ال شيلدد تويستد بير، واليو تي بي اللي هو الان شيلدد تويستد بير، والفايبر. احنا مين اللي بنستخدم ايه؟ بنستخدم اليو تي بي. بالمناسبه اليو تي بي بيكون فيه كذا كاتيجوري، من اول كاتيجوري 1 لحد كاتيجوري 7، بس احنا بنستخدم يعني اللي هو اليو تي بي كاتيجوري 6. تمام. طيب ماشي، امتى بقى بستخدم اليو تي بي؟ امتى بستخدم الفايبر؟ اليو تي بي دوت بستخدمه لو المسافة مثلا بين الديفايس بتاعي من تو ديفايسز مثلا عندي مش هتزيد عن 90 متر. تمام. طب لو زادت استخدم بقى النوع التالت اللي هو الفايبر اوبتيك. طب الفايبر اصلا هو نوع واحد؟ لا، الفايبر فيه نوعين. اول حاجة اللي هو المالتي مود، وتاني حاجة اللي هو الايه سنجل مود. طب تمام، ايه الفرق بقى بينهم؟ المالتي مود ده بقى لو مثلا بستخدمه لو انا انتور والمسافة اللي همشيها اقل من 400 متر. طب السنجل مود ده لو انا اوت دور والمسافات اللي همشيها ساعات بتوصل للكيلومترز كمان. تمام ماشي، حلو قوي. خلينا بقى نبدأ مثلا في ايه. اول حاجه مثلا عندنا هنعملها عندنا في التاسك اللي هي الداتا والتليفون. باختصار انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز افتح البيانات بتاعتي اللي هي مطلوبه مننا اللي هي الجراوند والفيرست برضو. تمام. عايز اشوف الاماكن بتاعتي ديت، اوزع بقى نقط داتا والتليفون بكل مكان. طيب برضه according to ايه؟ طبعا دي ليها rules. زي ايه مثلا؟ تعال مثلا نتكلم عن rules ديت دلوقتي. نيجي مثلا اول حاجة احنا هنقول بس يعني معظم الابلكيشن يعني الموجود مثلا المختلفين يعني في الدومين بتوعي. نيجي مثلا اول حاجة مثلا في الاوفيسز. تمام. في كل مكتب هعمل ايه؟ هحط نقطة الداتا، خلينا مثلا اختصار يعني نقطة التليفون. تمام. وعلى كل مكتب. حلو. ايه تاني؟ احط برضو نقطة اسمها داتا، بس يعني ده يعني اللي هي يعني فيوتشر، عشان الفيوتشر يعني يوزج يعني ده يعني مخرج في ماسورة بس مش مسحوب له سلك، عشان يعني الفيوتشر يعني لو حب العميل بتاعي مثلا ان هو يحط نقطة زيادة ولا حاجة. وبرده نقطة اكسس بوينت، عشان ايه؟ عشان الواي فاي. تمام. يعني ايه بقى؟ يعني انا مثلا هاجي انا اهوت في سي مثلا المكتب دوت، هعمل ايه؟ احط ورا كل مكتب ورا المكتب دوت مثلا عند البي سي مثلا هنا اهوت، احط نقطة الداتا ونقطة التليفون، واحط مثلا عند الباب اللي هي الاوتلت بتاعي اللي هو عشان الفيوتشر يوزنج يعني، واحط في النص ان هو ايه الاكسس بوينت علشان خاطر الواي فاي. تمام. هعملها دلوقتي حالا، بس خلينا بس نخلص الجولز بتاعتنا. تاني حاجه لو انا عندي مثلا ايه عندي مثلا ميتنج رومز، الميتنج رومز مثلا هنا هو زي اللي عندنا ديت. الاحظ ايه بقى؟ ان الاوفيس يعني اللي هم قاعدين عليه او الترابيزه ديت بيكون بعيده شويه
عن حيطة. فأنا هو الأساسي مثلا لو حطيت مثلا نقطة مثلا كذا نقطة داتا هنا اهوت، فاللي هو الموضوع هيبقى صعب يعني. إن هو لو في بي سي هنا اهوت 4 PCs مثلا، هيكون في 4 بقى كابلات على الجنب هنا اهوت، فالموضوع هيبقى صعب. فهنعمل ايه؟ هنحط بقى فلور بوكس. طيب ماشي. كام بقى فلور بوكس بقى وايه جواه؟ هنقول مثلا ان احط مثلا نقط الداتا لكل على حسب عدد الكراش اللي عندي. يعني انا عندي مثلا هنا هو ميتنج روم فيها 4 كراسي، فهحط عند كل نقطة عند كل كرسي نقطة داتا. تمام. طب والتليفون احط لا واحد بس. تمام. خلينا بس نكتبها علشان خاطر بس الناس بس تستم الدنيا. هكتبها بس في الانجليش بس يعني عشان العربي بس عشان ما اقعدش اقلب كتير في الوورد. فهقول ان الداتا نقول مثلا for every check. تمام. طب والتليفون هتبقى ايه؟ one نقطة واحدة بس. تمام ماشي. ايه تاني؟ طب انا عندي برضو موجود مثلا في البلان بتاعتي ATM، هعمل فيها ايه؟ احط عندها نقطتين داتا. ايه تاني؟ عندي مثلا الانترنس، هحط فيه نقطة داتا. نقطة داتا ونقطة التليفون عند على حسب عدد الكراسي اللي عندي. تمام ماشي. ايه تاني؟ عندي مثلا البوفيه اللي هو ريست اند ديننج دوت، ده هحط فيه ايه؟ ده هحط فيه بس نقطة التليفون بس. تمام. ايه تاني؟ عندي مثلا الايه الكوبي ايريا، ده هيكون فيه برينتر، فهحط فيه نقطة الداتا بس. تمام. محتاج سريعا بقى نعمل الكلام دوت في البلان بتاعتنا. انت اول حاجة اصلا هتعمل انت هتسلم بلانك دوت، بس انت بقى المفروض بقى طبعا هتنضف البلانة، هتعمل كده وتخلي طبعا لون البلانة كله لون اللي هو الجري دوت. فهتعمل ايه؟ تروح مثلا هنا اهوت عند البروباكتس، تعمل كنترول ايه، تعمل كده سي مثلا اللي هو اللون اللي هو ماشي دوت. تمام. هي طبعا مش كل حاجة عندي تبدل لونها، ده عشان بس معمولها بلوك. فأنا بس هعمل بس مثلا اكسبلود، عمل سيلكت سيميلر مثلا ليهم اكسبلود، هعمل مثلا اكسبلود تاني. هي كده مثلا سيلكت سيميلر هلاقي اهي هنا اهوت، هلاقي اسم مثلا هنا اهوت، هلاقي اللون اتغير، وهكذا بقى عند كل element عندي. بعد ما اخلص الموضوع دوت بقى يعني هلاقي عندي بقى بقت عاملة كده. تمام. الجراوند والفيكست. دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نوزع نقط داتا نقط التليفون على البلان بتاعتي. هعمل بس نيو لير، اقفل بس البلان بتاعتي، هعمل مثلا نيو لير افتحها خليها مثلا لون عادي زي مثلا دوت، اسميها مثلا ايه داتا مثلا عن التليفون او وات ايفر يعني. تمام. طيب انا عكست حاجة بس ايا كان. هعمل ايه بقى؟ هفتح الليجند بتاعتي، هي موجودة بالمناسبة في الفولدر بتاع التاسك بتاعكو.
جايبها عندي في البلان بتاعتي زي مثلا حطها هنا. تمام، زي ما قلت انا عايز اوزع نقط داتا ونقط تليفون في البلانة بتاعتي اكوردنج برضه للجولز اللي انا قلتها من شوية. ادي مثلا ادي نقطة الداتا بتاعتي، ايه تاني؟ في نقطة التليفون بتاعتي اهيت. طب فين بقى الحاجة التالتة اللي هي الفيوتشر بقى يوزنج ديت؟ الحاجة الرابعة اللي هي ايه؟ الاكسس بوينت. ماشي، هاخدهم مثلا هنا اهوت. دي كده بقى المفروض ان انا احطهم في كل مكتب عندي. تمام، احنا عارفين ان الداتا والتليفون هحطهم بقى ورا المكتب على طول. ماشي، فهعمل ايه؟ مثلا الداتا المفروض ان انا الفها يعني واحطها هنا، بس على طول هعمل لها مثلا امر اللي هو اللاين. تمام، هختار بس هنا اهوت مثلا، والنقطة التانية مثلا هنا اهوت. تمام، حاطط هنا اهوت. نفس الكلام برضه للتليفون. جنبها تمام. طب واللي هي النقطة بتاعت الفيوتشر يوزنج ديت زي ما قلنا، أيوة هنحطها عند البيت. طب مثلا هنا هنا تمام. مش طيب، والنقطة بتاعت الأكسس بوينت هتبقى في النص. حلو أوي. طبعا بالمثل بقى ايه اللي بقى المكاتب بتاعتي. فده مثلا هنا كوبي مثلا، سي مثلا من أي حاجة هنا مثلا، واروح مثلا هنا اهوت عند نفس المكان، وهكذا وهكذا. تمام، حلو قوي. ايه كمان بقى؟ قلنا عند الاي تي ام هنا اهوت هنحط برضه نفس الكلام نقطتين داتا. وهنا هو برضه وقلنا عند الانترنس هنلاقي هنا اهوت اللي هو موظف الاستقبال. ده هنعمل ايه؟ ده هنحط وراه وعندنا كام كرسي؟ عندنا اتنين. هنحط بقى ايه؟ نقطة داتا ونقطة التليفون ورا اي تشير ليهم يعني. تمام، ماشي. ايه تاني؟ عندي مثلا الفيلينج بتاع مثلا اللي هي ايه فيرست. عندي مثلا هنا اهوت نفس الكلام برضو، هي مكتب كده كده فوق وتحت. تمام، بس خلينا مثلا نتكلم مثلا ايه هنا اهوت مثلا عند اللي هي الحاجة زي كده اللي انا هحتاج لها مثلا فلوت بوكس. طب دي مثلا هنعمل لها ايه؟ خلينا مثلا بالليجن. خلاص ماشي، مش مشكلة، نشتغل على كأنها عادية. كلمتين كوم ديت بدل ما نجيب الليجن دي يعني. هناك هنعمل ايه؟ زي ما قلت احنا عندنا ان هوت ترابيزة عليها 4 كراسي. تمام، فهنحتاج كده ايه؟ 4 نقط داتا. حلو، ونقطة تليفون. تمام ماشي، فهعملها ازاي بقى؟ هنلاقي في الليجن عندنا فلو بوكس انا حاطط فيه بقى ايه؟ نقطتين داتا. هو عادي على فكرة ان انا احط فيه whatever اللي انا عايزه يعني، بس قلت بس التسهيل يعني، وعشان برضه الناس متتلخبطش هنحط مثلا فيه ايه نقطتين داتا الفلور بوكس دوت. تمام ماشي، هنعمل ايه؟ هنحط فيه 2 اهو.
اتنين لكروسين واتنين لكروسين. طيب نقطة نقطة التليفون بتاعتي دي بقى عادي، هجيبها مثلا من هنا اهوت، اخدها كده احطها مثلا هنا اهوت. انا كان ممكن على فكرة برضو اوصف مثلا فلو بوكس فيه مثلا نقط بتاعة التليفون برضو، بس قلنا كده بس اللي هو ايه عشان التسهيل يعني مع الناس اللخبطة يعني وكده بس. فده اوكي تمام وشغال يعني تمام. حاجة كمان برضو الروبوت مثلا مش جنرال، زي مثلا عندنا مثلا هنا مثلا اللي هي الايه الفيلينج اريا او وات ايفر بقى الاوضه مثلا اللي هي جنرال بقى، ايا كانت اي تي مثلا الكتريكال روم ايا كانت، دي احتاج مثلا احطها ايه، احط لها نقطه داتا هنا اهوت، نقطه التليفون عند الباب اكتبها برضو مثلا اللي هي ايه جنرال رومز، احط نقطه الداتا ونقطه التليفون عند الباب تمام ماشي كده. يعتبر الجزء بتاع الداتا والتليفون خلص، الموضوع سهل جدا زي ما قلت. احنا على حسب الجولز ديت هنوزع بقى ايه نقط داتا ونقط التليفون على حسب الابلكيشنز اللي عندنا تمام ماشي. خش بقى عند تاني حاجة عندنا اللي هي ايه، اللي هي الكاميرات. خلينا مثلا نقول اللي هو ايه سي تي في سيستم تمام ماشي. خلينا بس الاول نقول سريعا بس الاول الكومبوننتس بتاعته ايه. اول حاجة هي الانبوت، الانبوتس بتاعتي زي مثلا اللي هي ايه، ما عنديش غير اللي هي الكاميرات تمام. طب تاني حاجة عندي ايه اللي هي الكنترول يونت بتاعتي، كنترول يونت اللي هي ايه بقى في حالتنا اللي هي الدي في اور اور ال ان في اور. الدي في اور ده بقى بستخدمه امتى، بيبقى كنترول يونت امتى بقى عندي، ده بيكون لو الكاميرات بتاعتي او النظام بتاعي هيبقى نظام انالوج. طب الان في اور لو اي بي تمام. طب الاول جزء بتاعتي اللي هي السكرينز شريط العودة بتاعتي تمام. طب رابع حاجة بقى ايه اللي هي بقى الكيبلز بتاعتي بقى والكوندوتس عشان المسار بتاعي ده يكتمل تمام. حلو اوي. احط بقى الكاميرات بتاعتي بقى دي اكوردنج الايه وكاميرا نوعها ايه والكلام دوت. احنا من اللي يعني عندنا نوع كاميرات اللي هو اول حاجة اللي هو بتاع الاندور اللي هو بيبقى فيه ايه اللي هو فيه الضوء تمام. في حاجة تانية برضه ممكن تبقى اندور، ممكن يبقى البوليت، عايز بس اوريكم بس سريعا شكلهم عامل ازاي. تمام ديت ايه، دي الدوم بتاعتي اللي هي ايه بتكون دورية كده تمام. تاني حاجة بقى اللي هي ايه اللي هي البوليت اللي هي إيه؟ تحس ان هي واقفة كده على العمود، مش عارف باين هنا ولا لأ. اللي هي زي كده. وفي بقى البيتا زد اللي هي بقى ايه اللي هي موتورايزد يعني اللي بتلف 360 درجة تمام ماشي. طب في الحالة بقى بتاعتنا بقى ايه، هنشتغل بقى اندور بس بس خلينا بس نشتغل ايه، هيبقى دوم دوت اللي هو المؤكد يعني ابلكيشن للاندور بتاعي يعني تمام ماشي. هعمل ايه برضو مبدئيا انا البلانة بتاعتي هي عايز اعمل ايه، عايز احط كاميرات هنا اهوت تكفر لي المكان بتاعي. طب انا هحط بقى ايه في كل حته، في كل حاجه بقى مثلا في كل مكان احط كاميرا، طب احط كام واحده والكلام دوت. لا الموضوع مش كده برضه، في رولز برضه زي الداتا والتليفون اللي هي مثلا زي ايه، هنحط مثلا كاميرات فين، هنحط عند السلالم، هنحط برضه عند الممرات، برضه هنحط عند المداخل، هنحط مثلا عند المنطقة اللي هي اللي عند الاي تي ام زي مثلا نقول مثلا اي تي ام اريا
ايه تاني مثلا عندنا في في المكان بتاعنا؟ طبعا اوض الكهرباء والالكتريك روم، والاماكن بقى اللي فيها اي ورك ستيشن حلو قوي. طب تمام، طب احط بقى يعني كام كاميرا وكده؟ هو الصح ان انا ايه، ان انا بفتح الفندور بتاعتي واشوف بقى مثلا المورد اللي انا هجيب منه الكاميرا بتاعتي، واشوف مثلا الكاميرا بتاعتي بقى الفتاشيب بتاعها ايه، الكافرج ايريا بتاعته قد ايه. زي مثلا هنقول مثلا في المثال بتاعنا ان احنا هنشتغل مثلا اكننا مثلا فتحنا مثلا مورد مثلا اللي هو هيك فيجن، لقينا مثلا ان الكاميرا بتاعتنا اللي هنستخدمها اللي هي الدوم بتاعتنا ديت، لقينا مثلا ان الكافرج ايريا بتاعتها مثلا كام؟ 10 متر. تمام ماشي. طيب طبعا 10 متر طبعا، ومع التبعات بقى ايه الانجل بقى بتاعتي اللي هي بقى ال 90 45 45 ديت، هنشوفها دلوقتي حالا. تمام ماشي. فهعمل ايه؟ هاجي مثلا عند البرنامج بتاعتنا اهوت ايه الكاميرا اللي انا هستخدمها اللي هي ايه، اللي هي الاندور دو. هعمل طيب الاول ايه بقى، هعمل لير جديدة اسميها مثلا ايه سيس تي في. تمام، واعملها كده. تمام، اخد مثلا الايه الكاميرا بتاعتي، احنا قلنا مثلا نحطها فين، احنا قلنا مثلا عايزين نكفر ال الكوريدورز بتاعتي عند السلم، عند الانترنس، عند الورك ستيشنز. تمام، نيجي مثلا اول حاجه مثلا ايه عند السلم، حطها مثلا ازاي كده اهو كده، نعمل لها مثلا ايه روتيشن. كده مثلا تمام. طب هي اصلا متركب ازاي اصلا الدوم، يعني تبقى كده في موجودة كده ولا على الجنب ولا ايه؟ لا هي تبقى عادي سيلد ماونتد اور وول ماونتد برضو، عادي تبقى في السقف وعادي تبقى على ما تكون على الحيطة. تمام ماشي. طيب تمام، عايز برضه عايز اتاكد مثلا من ايه، من ان هي الكفرج ايريا بتاعتي. هعمل مثلا ايه، احنا قلنا مثلا هي كام، 10 متر. نيجي مثلا نعمل هنا اهوت مثلا ايه سيركل مثلا ايه الريدس بتاعها مثلا كام، هي البلعة بتاعتنا بالملي، عايزين 10 متر يعني 10,000. تمام ماشي اهو، واخدين اللي هي بتاعتي تمام مظبوطة. تمام ماشي خلاص. نيجي مثلا ايه عند مثلا الانترنس مثلا اللي عند البوديو مثلا هنا اهو، حط مثلا كده. تمام، نشوف مثلا ايه نفس السيركل، معرفش مسحتها ليه بس تمام مش مشكلة. بس بتاع مثلا كام، 10. تمام، هي واخدة مثلا لحد فين، لحد هنا. خلينا طيب بس برضه مثلا نعمل مثلا موضوع الانجل عشان مثلا برضه نخلي الموضوع برضه مثلا اكبر شوية. نعمل ايه يعني مثلا نعمل مثلا كده سي، لو انا مثلا كده هعمل مثلا روتيت ماشي، هعمل مثلا الدائرة بتاعتي خد ديت. مثلا هنا وعمل مثلا الانجلز بتاعتي مثلا اللي هي مثلا 90. كده مثلا كده اعمل مثلا تريم كأن ده كده مثلا ايه كفرج ايريا بتاعتي. تمام ماشي، اتأكد بقى من مثلا دوت 10 متر مثلا، 10 متر. تمام ماشي، حاجة مثلا دي كده مثلا لو هحط مثلا كاميرا هنا اهوت،
في الاف ام كول، بس طبعا مش هحط هنا هوب عشان ده بقى مكتب عادي، هو المفروض يعني على حسب الريكويرمنتس بتاعت العميل بتاعتي. بس يعني لو ما قالش مثلا عندي ريكويرمنتس معينة هشتغل مثلا في الديفولت بتاعي اللي هو ايه، اللي هو اللي انا لسه ذاكره من شوية ده. تمام ماشي، نيجي مثلا نعمل ايه، نيجي مثلا نجرب مثلا فين تاني. احنا قلنا مثلا نحط عند الانترنس، زي مثلا عايزين نكفر الحتة دي، شوف مثلا كده اهوت، عايزين مثلا ايه نشوف الانجل بتاعتنا، نعمل مثلا كده. تمام ماشي، مش مشكلة. طب نظبطها بقى بالمرة وماشي. كده مثلا فاحنا هو زي ما قلنا مثلا كده كده كده، بعد كده مثلا نعمل لها روتيشن. تمام، لقيتها مثلا عاملة مثلا كفرج لحد الحتة ديت. طب والحتة ديت كده ديت اجا بالنسبة لي، فهضطر ان انا احط برضه ايه مثلا كاميرا هنا اهو، بروتو سام كده اهوت، حطها مثلا فين، حطها مثلا هنا. ما اجي برضو اجرب ال10 متر بتاعتي هلاقيها مغطية. بس حاجة مثلا برضو زي طبعا في الاي تي مثلا روم والليكتر روم كده كده طبعا لازم احط فيهم كاميرا واحدة. تمام، اماكن بقى مثلا زي ما قلت عليها مثلا اللي فيها ورك ستيشنز كتيرة، مثلا زي ايه، زي فاسيلتي مانجمنت اللي عندنا، اجرب مثلا احط واحدة هنا اهو اشوفها بقى. مثلا اجرب مثلا موضوع اللي هي 10 متر الدايرة بتاعت ديت، لقيتها مثلا بكفر مثلا لحد هنا، هضطر اعمل ايه، احط اصلا واحدة كمان هنا اهو. تمام يعني مثلا هنا اهو، تمام، واحدة وهنا واحدة. انا مش عارف المفروض تطلع عاملة ازاي، بس انت اصلا جرب بقى وشوف. ويعني برضه هي الموضوع برضه مش صح، ومش مفيش صح، بس يعني هي برضه وجهة نظر يعني شوف بقى مثلا وجهة نظرك هتعملها ازاي. بس انا قلت يعني معظم الحاجات يعني وان جنرال برضه يعني. تمام مش، طب بعد مثلا ما انا خلصت بقى مثلا خلاص وزعت كل الكاميرات بتاعتي في كل مثلا الاماكن بتاعتي مثلا هنا اهوت، مثلا جبت مثلا دي كده، واحدة مثلا هنا، واحدة هنا، هلفها يعني مثلا أي كان whatever يعني، واحدة في الإلكتريك روم مثلا، واحدة في الأي تي طبعا هلفها بقى طبعا زي ما قلت. بس مثلا تلاقي مثلا كام كاميرا مثلا هنا اهوت، 9 مثلا يعني. فانا هعمل ايه، هعمل لها بقى ليبلينج، ان انا هرقم الكاميرات ديت بتاعتي عشان هي بقى داخله مثلا على ال NVR بتاعي او ال IoT Rack، تكون مترقمه برقم كاميرات برقم معين، بحيث مثلا انا لو حصل مثلا مشكله عند اي كاميرا منهم اكون انا عرفت كاميرا كام كاميرا حصل فيها مشكله. طب هعمله ازاي مثلا الليبلينج دوت، زي ما كنا مثلا بنعمله مثلا في الباور واللايتنج عادي. هنجيب الرمز بتاع الليبلينج دوت، هو موجود معاكوا عادي مثلا ده كده كوبي اهو، يعني مثلا ده ايه، دي كام، C1 CTV جراوند. تمام ماشي، اللي وراها انا عندي مثلا قلنا في حتة 9، المفروض يبقى اطلع اكتر من كده. فانا عارف ان انا هعمل كده مثلا كام، 9 مرات، عندي 2 كده اهوت، اخش عليها مثلا كده اهوت واعمل ايه، 2، وهكذا بقى C3 C4 C5 لحد C9. تمام ماشي كده، انا خلصت تقريبا الكاميرات. الموضوع زي ما قلت هو سهل، بس هو بس عايز بس يعني اللي هو ايه ستيب باي ستيب يعني،
وأكون بس منظم الخطوات يعني. نيجي بعد كده للنظام اللي ورا اللي هو ايه الاكسس كنترول. تمام. هو ايه النظام دوت؟ ده النظام اللي انا بستهدف فيه ان مش اي حد يدخل المكان بتاعي دوت، ان هو لازم ايا كان بقى مثلا لخصوصية المكان دوت او الامان او ايا كان يعني. تمام ماشي. طيب هو المكان ده اصلا ايه الكومبوننتس بتاعته او بيتكون من ايه؟ بيتكون من اول حاجة عندنا اللي هي ايه الكارد ريدر، والماجنتيك لوك، او اللي هو الالكتريك سترايب. هنعرف دلوقتي الفرق ما بينهم ايه. ايه كمان الدور كونتاكت، البوش بوتون، واللي هي الدور السب كنترول. كل دول بقى ايه بتحكم فيهم بقى، يعني محطهم عند كل يعني عند كل باب. دول مين اللي احطهم عند كل باب؟ بتحكم بقى مثلا فيهم كلهم بقى عن طريق حاجة اسمها ايه اللي هي الداتابيس كنترول. تمام اوي. هعمله ازاي برضه؟ مثلا في عندي هنا اهوت، هفتح البلان بتاعتي. هعمل ايه؟ هاخد الاول الكومبوننتس بتاعتي اللي انا هحطها عند كل دور. تمام. بس الاول بقى اعمل ايه؟ تمام، هعمل بقى لير جديدة للنظام بتاعي اللي هو مثلا ايه اكسس كنترول. تمام، اخليه كرنت. تمام، هعمل ايه؟ انا لسه قايل من شويه ان عند كل دور هاخد الكومبوننتس بتاعت ديت اللي هي ايه هتخلي النظام بتاعي يشتغل، اللي هي ايه برضو اللي هي كارت ريدر، اللي هو بيعمل ايه ده اللي بيكون بيتحط بره الدور بتاعي اللي هو مثلا زي مثلا ده المكان مثلا ان انا ايه هعمل له مثلا اكسس كنترول. احط كارت ريدر مثلا هنا اهوت بره الباب بره المكان بتاعي. تمام ماشي. ايه تاني حاجة عندي اللي هي ايه الدور كونتاكتس اللي بتحط ايه عند الدور عند الباب نفسه. تمام، يجي بقى لديت وديت ماجنتيك لوك والكتريك سترايك دور لوك. دول برضه بيتحطوا عند الباب، بس لو الباب عندي مثلا زجاج مثلا هنا اهوت هضطر احط اللي هو ايه الكتريك سترايك، انما مثلا ماجنتيك لوك بيتحط لو الباب عادي يعني مش لو مش ازاز. تمام. الحاجة بقى اللي هي اللي بعد كده اللي هي ديت اللي هي اكس دور ريليز يونت اللي هي ايه برضه اللي هي بوش بوتون، يعني اللي هي وحدة تحريك الباب دي بتحط من جوه. اللي هو خلاص انا دخلت جوه وتمام وقفلت، عايز افتح بقى الباب بقى من جوه، مصعب بوش بوتون دوت بقى يفتح لي الباب. تمام مش. واللي بقى اللي بيكونترول بقى كل دوت ايه اللي هي ديت اللي هي دور سب كنترولر. تمام مش. هعمل ايه بقى؟ هاخد الكومبوننتس بتاعت ديت زي مثلا هنشتغل مثلا ايه على المكتب ده. طب الاول بقى، طيب قبل ما اروح واحط الكومبوننت بتاعتي، هو اصلا انا بعمل اصلا اكس كنترول مثلا على ايه يعني على اي حاجه عندي او اي مكتب عندي؟ الحقيقه لا، انا بعمل كده عند المكاتب المهمه، زي مثلا ايه زي مثلا هيد اوفيس، زي مثلا خلينا نكتبها مكتبها عند برضو الأوض المهمة. برضو كمان في ايه في الاي تي وال الكتريك. تمام، نيجي مثلا هنا اهوت اخد الحاجة بتاعتي بوش بوتن اللي هو الدور ريليز يونت،
والابتك استراك دور لوك والدوك كونتاكت والكارت ريدر وايه بقى والكنترولر بتاعي. تمام، خدهم كده اوديهم مثلا فين احنا اهو. خلاص، طيب الاول ايه، نقل بس السكيل بتاعهم، سي مثلا كام، يخليه مثلا 0.7. تمام، مش ناخدهم كده مثلا دومين. اول حاجة انا قلتها ايه، اخد الكارت ريدر بره الدوك بتاعي هنا اهو. تمام، مش طب الدوك كونتاكت، تمام، عند الدوك نفسه هنا مثلا. ايه تاني، اللي هو الايرتيب سترايك، او بقى لو حالة ان هو دور عادي مش ازاز هيبقى ايه، ماجنتيك لوك عادي يعني. ان هو برضه عند ايه، عند الباب نفسه. طيب ايه بقى كمان ناقص، اللي هو ايه، البوش بوتن بتاعي فين، واو. تمام، ماشي كده ناقص ايه بقى كمان. تمام، دور سب كنترول حطها مثلا هنا اهو. تمام، هنعمل بقى ايه، هنعمل بقى بايرنج بين ال بين ال كومبوننت بتاعت الـ، هنعمله ازاي، هما كلهم رايحين عند الايه، عند الكنترولر دوت. فهنعمل مثلا كده، خلينا مثلا لون ايه مثلا اصفر كده مثلا، نعمله لاين، احط ده مثلا كده هنا. ماشي، ده كمان، ماشي ده كمان، ماشي ده كمان، بس كده. اه بس كده هعمل بقى كده ايه، ال النظام ده بقى ايه، عند كل مكان مهم زي ما زي اتفقنا عليه. هنا مثلا ده كده مثلا مكتب فيه اللي هو ايه زي انتري كده يعني، فده اكيد ده مكتب للهيد للمدير. تمام، فمثلا زي هنا هوت وهنا هوت وهنا هوت. وهنا هلاحظ ايه برضو، ان الارشيف هنا هوت يعني مش لازم اعمله ان هوت، انا بس عايز اعمل ايه للمكتب بتاع المدير نفسه. حاجة كمان برضو، لو مش عارف هتقابلنا في البلان هنا ولا لأ، بس خلينا مثلا نشوف هنا اهوت عند ايه مثلا، اه الهيد مانجمنت ديت هنا اهوت، هلاقي ايه دي، طبعا هحتاج احط لها اكسس كنترول، اكسس كنترول اه. فهعمل ايه، هحط الكوماند بتاعت هنا اهوت عند الدور ده، هلاقي ابص هنا هلاقي ان اصلا الاوضه ديت اصلا ليها اصلا مش مدخل ده بس، لا ده فيها ليها مدخل برضه منين، من الميتنج روم. فهعمل ايه، احط هنا اهوت وهنا اهوت عشان الاوضه ديت ليها ايه دورين، واوصل طبعا ما بينهم. تمام، مش ايه تاني، هنا اهوت مش هنلاقي الحاجه اللي احنا قصدنا عليها، اللي هي مثلا زي ايه، زي هنا اهوت زي اللي هو ده. خلينا بس نمسح ده كده، هو مثلا ايه باب دبل دي كده اهو. في الحالة ديت مثلا هعمل ايه، هو هنا مش موجود تقريبا عندنا في اي حاجة من الحاجات المهمة اللي انا قلتها، اللي مثلا هيد اوفيس، ارتيك روم، مكاتب مهمة، اوض مهمة، اظن ما فيش حاجة زي كده. بس ساعتها مثلا هنعمل ايه، ساعتها هناخد نفس الكومبوننتس بتاعتنا، بس هنعمل ايه، هندبل ال الماجنتيك لوك بتاعنا او الالكتريك سترايك و ال الدو كونتاكت. تمام، هعملها سريعا، بس هي مش هتكون موجودة معانا في التاسك يعني، بس علشان برضو ايه نكون عارفينها. مش تمام، يبقى مثلا كده لو دي يعني أوضة يعني عندنا يعني، هعمل ايه، هدبل اللي هما ايه الدور كونتاكت والإكسكيوز تراك بتاعي.
مستني. وعامل برضو ايه الرانج بتاعي بتاعهم برضو عادي جدا بنفس الطريقة برضو. هنا بس يعني اكمل باقي البلانه بتاعتي الدور دوت والدور اللي ورا. يعني هو كده اصلا نظام اكس كنترول، يعني الاوض اللي هي المهمه اللي قلنا عليها ديت اصلا قليله بس يعني. فالمفروض يعني ان شاء الله يعني بعد كل دوت بقى، بعد كل ما هنعمل السيستم ده عند كل دور بقى، هنجمعهم بقى ايه بالهيد داتابيس كنترولر يعني ان شاء الله، يعني في قدام يعني ان شاء الله. تمام، نيجي بقى الحاجة الأخيرة بقى اللي عندنا مطلوب منها في التاسك، إن هو إيه إن احنا نعمل بقى السايزنج بتاع التراك بتاعنا. دلوقتي أنا هعمل إيه بقى؟ هعمل سايزنج للتراك في كل دور عندنا. بالمناسبة هو أكيد بيتحط فين؟ في الـ IT رو. تمام، طبعا أصلا بعمل سايزنج للـ IT رو ده ليه؟ احنا قلنا ان الاي تير ده بيكون عليه بقى ايه كل نقط الداتا والتليفون بتاعتي والكاميرات. تمام، سي مثلا انا خلاص مثلا في الجراوند عندي هنا اهو، طلع مثلا انا مثلا محتاج ايه 15 مثلا نقطة داتا، وعندي برضو 10 نقط تليفون، وعندي كمان ايه 15 نقطة كاميرا. دول كلهم بقى ايه عايز ادخلهم على الاي تير بتاعي دوت. طبعا عارفين كاميرات ان هي فيها ايه بقى، ان هي اي بي وانالوج. احنا طبعا قلنا نستخدم احنا ايه اي بي اللي هي بتبقى كابلات ايه اللي هي اليوتي بي كات 6، اللي هي تبقى برضو بيبقى فيها باور اوفر ايثرنت، اللي هي فيها باور برضو بتنقل برضو ايه داتا. تمام ماشي، هعمل ايه بقى زي ما قلت؟ عايز اعمل سايزنج للراك اللي عايز اللي هيشيل مثلا 15 نقطة داتا، 10 نقط تليفون، 15 كاميرا. تمام، فانا هعمل ايه؟ هجيب باتش بانل زي ما باشمهندس معايا في المحاضرة دايما بنصاحبها ايه سويتش. تمام ماشي، هجيبهم برضو يعني على حسب ايه، على حسب النقط بتاعتي ديت. سي انا عندي احنا قلنا ايه صار هنا 15 و10 و25، يعني كام؟ يعني عندي كده كام؟ 45 فوق 45 حاجة عايز ادخلها على الراك بتاعي. تمام ماشي، فهحتاج ايه؟ هحتاج بقى باتش بانل فيها البورتس ديت. طب ايه اصلا الباتش بانل اصلا الستاندرز بتاعها اصلا قد ايه؟ الستاندرز اللي عندنا تبقى 12 16 24 32 و ال 48. بس احنا يعني من اللي في عندنا هنستخدم اللي هو ايه ال 24 يعني. تمام ماشي كده، ما هنحتاج ايه؟ هحتاج 2 باتش بانل، الواحدة منهم بقى ايه 24 بورت. نفس الكلام برضو ايه للسويتشز، هحتاج برضو ايه 2 سويتشز برضو الواحد ايه 24 بورت. حلو اوي. تمام، ده بقى ايه ده internally من جوه الريك. طب اصلا الريك بقى مثلا من بره مثلا ال dimensions مثلا بتاعته هجيبها ازاي؟ احنا عندنا في حاجة اسمها ايه اللي اسمها اليو هايت. اليو هايت ده اللي هو ايه ده اللي انا بجيب منه بساز على اساسه التول بتاع الراك. تمام، هي اصلا اليو هايت دي مثلا بتوازي اصلا قد ايه مثلا في الميتريك بتاعنا 4.4 سنتي. تمام ماشي، انا عندي مثلا ايه دلوقتي، انا عندي مثلا قلنا ايه
عندنا سويتش وعندنا باتش بانل. طب انا هحط دول في بس في الريك بتاعي؟ لا، انا هحط سويتش وباتش بانل، وعندي برضه فانات، عندي مثلا لوب اس، عندي مثلا بوتو سبير. فكل ده انا عايز اعمل حسابي وانا ايه، وانا مش عايز الريك بتاعي. فانا بقى مطلوب مني يعني اكون عارف برضه ايه، ان كل حاجه من دولت، كل كومبوننت من دولت بتشغل قد كام يو من الريك بتاعي، وعلى اساسه هعرف بقى هو ايه، هو كام سنتي يعني. بس انا طبعا بشتري ايه باليو. تمام. اول حاجه جبنا سيرتها ايه، باتش بقى. طب هي الباتش بانل دي بقت المفروض كام يو؟ الباتش بانل قلنا اللي هي ايه، 1 يو. طب والسويتش قلنا اللي هو ايه، 2 يو. طيب ماشي. والفانات قلنا اللي هي مثلا لو هنجيب 2 خلينا طيب نقول مثلا على واحدة، الواحدة بواحد يو. ايه تاني؟ طب اليو بي اس بي 3 يو. حلو اوي. طب ماشي، ناخد مثلا ايه 20% سبير من كل دوت، سبير. شوف بقى محتاج مثلا ايه كام يو بقى. تمام. احنا قلنا بقى عندنا اصلا كام باتش بانل، عندنا قلنا 2، يبقى مثلا ايه، 2 في 2 2 في 1 ب2 يو. طب والسويتشز عندنا برضه 2، عندنا مثلا هنا 2، عندنا 2 في 2 ب4، وقلنا برضه فانتين يعني 2، وقلنا برضه اليو بي اس اكيد هو يو بي اس 1. تمام. وقلنا السبير بقى يعني كده مثلا 1 2 3 4 7 و2 9، والعشرة 20% من العشرة يعني 12 يو. كده انا هحتاج مثلا ايه اي تي راك 12 يو. طب هو اصلا الستاندرز بتاعتك اصلا بتبدأ من انهي؟ بتبدأ من 12، وال لا من 8، والتسعة، والاتناشر، والستاشر، والـ24، والـ32، والـ42. فانا هحتاج بقى مثلا هنا ايه بقى، يبقى اللي كان انا هروح اشتريه بـ12 يو. حلو اوي. لو طلع مثلا ايه مثلا 15 او 14، اختار ايه الـ16. تمام ماشي. بس يعني هكتب الستبس دي مثلا على حسب زي ما قلت. هعيد تاني بس سريعا، طلع لي مثلا ايه ايا كان العدد اللي هيطلع لي بتاع الكاميرات والداتا والتليفون. هشوف هيحتاج كام باتش بانل، هيحتاج كام سويتش. هسايز بقى اليوهات بقى عندي اللي هي اكسترنال بقى، السايز بقى المباراة بتاع الراك، وبكتب الستبس دي في الوورد. نفس الكلام برضه هنا ايه مثلا في عكاد، بسيط قوي يعني. يعني عامل ايه مثلا بالابعاد اللي انا لسه جايبها ديت، احنا قلنا مثلا 12 يو، مثلا 1 ب4.4، اعمل مثلا الابعاد مثلا هنا اهوت، مثلا بالطول بتاع الراك بتاعي مثلا هنا اهوت، واعمل مثلا ايه، اعمل مثلا ثانية واحدة، احط ايه الباتش بانل بتاعتي. قلنا مثلا هي قد ايه مثلا، اشتغلت على ورينا تاني. تمام. قلنا عندنا اول حاجة باتش بانل، كمان وراها كمان سويتش، قلنا 2 كده سويتش، ثانية واحدة. تمام. بعد كده باتش بانل كمان، بعد كده السويتش، بعد كده طبعا هسيب بقى ايه السبيك بتاعي يعني، المفروض دي كده نزل تحت كده شوية. طبعا هتتمنى طبعا دي ايه تسكيل يعني. تمام. واكتب هنا مثلا ايه ان هي مثلا ايه، تعالى مثلا نكتبها اي تكست نجيبه هنا.
تاتش بانل 24 فوت. نفس الكلام برضو ايه سويتش 24 فولت. بس هكرر طبعا دي تحت كده اهوت مع السبير اللي كنت سايبه لليو بي اس والفان والسبير اللي هو الزيادة اللي عليهم بس كده. فانا بعمل كده اكوردنج برضو ايه للبوينتس اللي عندي بتاعت الداتا والتليفون والكاميرا. ده كده يعني خطوات شرح خطوات التاسك سريعا يعني يعني زي ما شايفين خطوات سهلة وكده. أتمنى يعني إن أنا أكون فدتكم إن شاء الله يعني، وإن شاء الله تأدوا كويس في حياة التاسك. شكرا.